دكتور عزة، إذا جاز التعبير، إحنا بنتعامل، العالم يعني بيتعامل مع نتائج حرب عالمية لم تحدث. يعني لما بنشوف الحرب العالمية الأولى والثانية كان من نتائجهم وباء عالمي، هذا الوباء عانى منه العالم دون حرب عالمية. كان من نتائج الحرب العالمية الأولى والثانية كساد اقتصادي مرعب، العالم داخل على هذا الكساد دون حدوث حرب عالمية. يعني هو في مفارقة هنا كمان بضيف لكلام الدكتور فايز، انه نهاية الحرب العالمية الأولى كان في وباء الإنفلونزا الأسبانية، والوباء ده وترك مشاكل كتيرة في الاقتصاد العالمي، وظهرت بعديه عصبة الأمم وبدأت بناء الاقتصاديات الأوروبية. عشان بس نبسط للمشاهد، هي الموضوع ليه في تشابه، انه خرج العالم من وباء، بدأت بناء الاقتصاديات، ظهر الاتحاد السوفيتي بقوة، أمريكا بدأت تظهر كممور مهم في الاقتصاديات العالمية، النظام العالمي الجديد، وبدأت عملية اقراض كبيرة في أوروبا وخصوصا في ألمانيا. ألمانيا كان عليها عقوبات وكانت بتدفع لإنجلترا وفرنسا تعويضات. فضل الحال على هذا المنوال لحد يمكن سنة 1929، بدأت علامات الكساد العظيم، انه تراجع النمو وبداية البطالة، توقف المصانع. بس كل ده كان نتائج لحرب، كانت يعني حرب، حصلت، كانت حرب، حرب عالمية حصلت، ارقام ضخمة جدا. طيب احنا دلوقتي بنتعامل مع نتائج قبل ان تحدث حرب. الكل بيقول لن تحدث حرب عالمية ثالثة، بس ألقيت بهذه النتائج للشعوب في العالم كله، لانه في توتر شديد في النظام الدولي، في كتلة أو في دولة صاعدة هي الصين. النهاردة ويليام بيرنز بيتكلم بيقول الشريك الصامت لروسيا، يعني هو واضح أنه وصلوا في مرحلة من التفاوض مع الصين، أنه أصبح مدير المخابرات المركزية الأمريكية بيتحدث عن أنه هذا هو الشريك الصامت. التصريح كان منذ ساعات قليلة، احنا قلنا عنه قبل كده المتأمل، هم قالوا الصامت، الشريك الصامت. فالشريك الصامت أعتقد أنه خلق حالة من التوتر الشديد بهذا الصمت. الولايات المتحدة أعتقد أنها أمام فرصة كبيرة لبناء كتلة أكبر على المستوى الدولي، لكنها لا تملك الأدوات التي كانت تملكها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة مباشرة، زي في أوائل التسعينات. إيه الأدوات اللي بتفتقدها الولايات المتحدة؟ أنه ليست مسيطرة بشكل كامل على منظومة النظام المالي الدولي، الاقتصاد العالمي. الاقتصاد الأمريكي لم يعد هو الكتلة أو هو رقم واحد المسيطر تماما بحصة كبيرة في الاقتصاد العالمي. الصين صعدت وأكلت من الحصة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي نفسه رغم كل التقارب مع أمريكا، لكنه بيحاول أن يقدم نفسه من جديد كقوة عالمية أخرى. شايفين الانتخابات الفرنسية بتعكس حالة من الرغبة في العودة من جديد للقوميات وللدول. لماذا تنفق فرنسا على الاتحاد الأوروبي؟ هي تاني أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن في نفس الوقت في ناخب يرى أنه احتياجاته أهم من احتياجات ناخب آخر في بلد أخرى، حتى لو كانت داخل المنظومة الأوروبية. شايف أنه في تراجع على مستوى الهيمنة الأمريكية في مناطق عديدة في العالم، رغم وجودها عسكريا في مناطق كثيرة. المغامرات العسكرية أكلت كثيرا أيضا من القوة الأمريكية. بالتالي شايف أنه أمريكا تريد أن تعود وتعود بقوة، ولا زالت وستظل مسيطرة إلى فترة من الوقت زي كل التوقعات ما بتشير، لكن احنا قصاد مشهد هو ان تكون السيد المطلق او لا تكون في هذه المرحله. وبالتالي شايف انه الصين هاجس، وزي ما كلنا تحدثنا في الحلقات اللي فاتت انه مساله انه بالفعل في قلق شديد من العملاق الصيني، ربما لم يصل الى مرحله المواجهه، لكنه ربما تكون المواجهه في حالة الـ بعد هذه الحرب. هذه الحرب كل التوقعات بتشير إلى شهور وربما سنين دلوقتي. مسألة السنوات دي أعتقد أنها خلق حالة من التوتر الشديد. النهاردة في بيان رباعي من البنك الدولي والصندوق النقد الدولي
ومنظمة التجارة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي بيتحدث عن كارثة كبرى ستحدث في العالم بسبب غياب الأمن الغذائي. كل 1% زيادة ارتفاع في أسعار الغذاء في العالم يساوي مجاعة أو معاناة لعشرة مليون شخص في العالم. لو الأرقام ديت لو زادت عن هذا الحد أعتقد أن احنا أزمة غذاء عالمية، أزمة مجاعة دولية عالمية كبرى. بالتالي التاريخ هو دورات، ولكن أنا شايف أنه في واحدة من أخطر هذه الدورات، لأنه الاقتصاد العالمي متشابك، الاعتماد المتبادل بين الدول إلى حد كبير حقيقة واقعة، لكنه بيخلق أيضا فرصة للهيمنة، وأن هناك دول تسعى لأن تتواجد بقوة في على رأس النظام الدولي، وده أعتقد حق مشروع، زي ما في قوى إقليمية كبيرة بتسعى أنها يكون لها الكلمة العظمى أو الكلمة الأولى في محيطها. أيضا القوى الوسيطة اللي اتكلم عنها الدكتور فايز أعتقد أنها أيضا إحنا قصاد مشهد هذه الدول. ربما الولايات المتحدة الآن بتتحدث عن أنها تراقب أداء وسلوك الدول الأخرى، المشهد يعني مفتوح. أفهم من كلام حضرتك أن لو السياسة الدولية صراع إرادات يتم الآن تطويق إرادات الدول بالعوز الاحتياج إلى الغذاء؟ ده بالخطأ. الأمين العام للأمم المتحدة النهاردة بيتكلم على أن هناك محنة عالمية، أزمة عالمية ثلاثية، يعني بتتمثل في أنه الغذاء والطاقة والتمويل، أنه الثلاثة دول بينعكسوا على الأزمات الدولية الحالية، بترسخ من فكرة أنه هناك موجة عالمية جديدة ستزيد من القلاقل، ستزيد من التوترات، وخصوصا أنه كل تقديرات الأمم المتحدة بتتحدث عن أنه هذه الحرب لا نهاية لها في ظل الوضع الحالي، وأن وقف إطلاق النار مستحيل في ظل الشروط الحالية للطرفين. فإحنا يهمنا كتير مسألة الأمن الغذائي، أعتقد أنها رغم أنها مطروحة على الساحة الدولية لكن مش بالشكل الكافي اللي يرضي مش يعني بالجدية الكافية العدد الأكبر من مش بالجدية الكافية صحيح.